يا صباح الخير على احلى مشاهدين مشاهدين قناه الصحه والجمال، حلقه جديده ومميزه من برنامجكم نعم استطيع. وزي كل مره ما بقولها لكم نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال. النهارده الحلقه رقم 171، والنهارده حلقه مميزه شويه. معايا ضيف من اصرار وشجاعه من الناس الشبان. معايا الاستاذ اسلام القناوي. ازيك يا استاذ اسلام؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح استاذ اسلام، ممكن تعرفنا عن نفسك؟ والله حضرتك كنت مهندس وبقيت صحفي، فايه اللي جاب من الهندسه للصحافه؟ والله انا قبل كل حاجه يعني حابب ان انا انهي طبعا وفاه الفنان حسن حسني. ياما ضحكنا وياما اسعدنا بالادوار اللي بيقدمها. وتاني حاجه حابب اقول لك كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانتم كلنا طيبين. طيب. مجموعه الاعلاميين النهارده عيد الاعلاميين 31/5، العيد 86 للاعلاميين. حابب اهني كل الساده الاعلاميين، السيد وزير الاعلام استاذ اسامه هيكل، استاذ طارق سعده نقيب الاعلاميين باليوم الجميل ده. وحابب طبعا اشكر استاذ وليد شعلان على الفرصه الجميله اللي هو اداهاني النهارده ان انا اظهر معاه. هنتكلم بقى على اول سؤال اللي انا سالته لك، ايه اللي خلى حضرتك مهندس من مهندس لصحفي؟ تمام. والله اعطيك، بس انا في مبدا ماشي بيه في حياتي اللي هو في حلم ورغبه مع تخطيط وعزيمه هيساوي نعم استطيع. ده المبدا اللي انا ماشي في حياتي. لما انا اول ما اتخرجت من كليه الزراعه مهندس زراعي، حطيت حلم معين ان انا اوصل في ان انا لمرتبه كويسه في مجال الزراعه. حققت الحمد لله الحلم ده في خلال 3 سنين، وصلت ان انا بقيت استشاري اداره مزارع. بعدها حلم جديد بخطه جديده، شفت قدامي ان انا عايز ادخل مجال الطيران. ازاي انت مهندس زراعي وعايز تخش مجال الطيران؟ لا، مفيش حاجه اسمها مستحيل. بشوف المجال محتاج ايه المتطلبات اللي انا عايز اخش المجال ده. اشتغلت على نفسي، حققت جزء كبير جدا جدا من حلمي. بدأت ان انا اشتغلت ضابط حجز تذاكر طيران في شركه طيران، وبعد كده نهايه اشتغلت في مطار القاهره في استقبال مطار القاهره، يعني احد البوابات الاستراتيجيه. طب هو هل واجه لك مشكله من حضرتك لما انت كنت مهندس لحضرتك بقيت شغال دلوقتي في المطار؟ ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي مشاكل. انا استعديت كويس واهلت نفسي كويس، اشتغلت على نفسي كويس. وصلت الحمد لله ان انا ابقى احد الوجوه المشرفه في استقبال ضيوف البلد. واخيرا دلوقتي انا في مجال الاعلام والصحافه بإيماني بالرسالة الصحفية والرسالة الإعلامية في توعية الناس وخدمة المجتمع، قررت وحطيت حلم ليا إن أنا أكون إعلامي، وبدأت إن أنا أشتغل على كده بإيماني إن الصحافة هي موهبة ومهارة بتيجي بالتدريب والممارسة مع وجود الموهبة. اتوجدت الموهبة، الشهاده دي بتبقى حاجه اضافيه لي. ويعني ولينا في يعني في استاذ محمد حسنين هيكل الصحفي الكبير قدوه ومثل. الراجل كان خريج كليه التجاره ودلوقتي صحفي الوطن العربي كله بيتكلم عنه. طب حضرتك تحب توجه ايه رساله للشباب اللي بيبداوا حياتهم، او ايه النصيحه اللي انت تحب تقولها لكشاب عايز يبدا حياته ويبقى ناجح، يبقى على الاقل مثلا مشرف زي حضرتك كده؟ يبدا ان هو ان يحط في دماغه ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. احط الحلم بتاعي واحمل له خطه كويسه، ويبقى عندي اصرار وعزيمه ان انا اعدي كل التحديات اللي هتواجهني. هتواجهني مصاعب كتير وتحديات كتير، بس التحديات دي لازم اتغلب عليها. اي واتقبل النقد، في ناس كتير هتحاربني. الناس اللي هتحاربني ديت اخد منها من كلامها الحاجه اللي تعليني، والحاجه اللي هي ناخد الحاجات الايجابيه الحاجات والسلبيه والحاجات نسيبها. السلبيه احطها تحتيه واطلع عليها. بالظبط. طب احنا في صور هتتعرض، حضرتك عايزاك ان انت في كل صوره من الصور اللي هتتعرض دي معانا يا ريت حضرتك توجه لي عليهم تعليق. تمام تمام. الصور هتتعرض دلوقتي. طب قبل ما الصور تتعرض، اهي الصور اتعرضت معانا. ديت ده فترة تكريمي من رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، رئيس مطار القاهرة الجوي، بسبب ان انا كموظف في مطار القاهرة
جالي شكر خاص وجواب شكر خاص من السفاره الكنديه لادائي في المدرسه. ايه الموقف يعني اللي حصل؟ والله هو كان موقف ان كان في مواطن كندي عنده مشكله كبيره في المطار، تفاصيلها كتير بس يعني كان بيواجه مشكله عصيبه في المطار، فانا تعاونت معاه وحاولت بقدر الامكان ان انا احلها له، ولدرجه ان انا بدات ان انا حتى اتواصل مع وزاره الخارجيه في كندا ان هي تحاول تحل الراجل ده مشكلته، والحمد لله في النهايه المشكله اتحلت، ووزاره الخارجيه بعتت لي عن طريق السفاره وخدت جواب. يعني ده مثل كده حضرتك مثل مشرف للموظف اللي بيشتغل في المطار، مثل مشرف ليه بالظبط، واحد يجتهد وبيعمل اللي عليه ويحط هدف في تمام. انه يحقق. في صور هتتعرض تاني. ده من ضمن مراحل التأهيل بتاعتي، دي دبلومة في إعداد القادة في جامعة عين شمس، خدتها مؤخرا في سنة 2019. ديت من ضمن الشغل الواحد كان بيشتغله على نفسه، وبعدها بدأت إن أنا انضميت لمؤسسة كوادر قيادية شابة من بعد الإعداد ده. تمام. والصورة دي؟ دي الصورة دي أثناء عمل الصحفي، كنت ساعتها في جريدة نبض بلدنا، وأنا طبعا بشكر اللي قاعدة في النص ديت رئيسة القسم عندنا في الجريدة، كنا في مؤتمر بنغطي أحداث البرلمان العربي. تمام. في صور تانية تعرض؟ طيب، في بقى معانا حضرتك دلوقتي، انت شايف طبعا فيروس كورونا المنتشر. تمام. الوعي بتاع الشعب المصري انا كشخصيا شايفاه ان هم خدوها ترند في الاول خالص، موضوع الكورونا انتشر، قعدنا نتكلم عليه فتره ونعمل وقايه وكمامه، جلافزات، كحول، كل ده. بعد كده سكتوا، قالوا خلاص هي مساله ترند سمع معانا، وبعد كده الكل بطل. انت شايف الوعي ده ايه، ولا انت شايف اصلا عدم وعي، ولا ايه بالظبط؟ والله انا شايف ان الوعي هو السلاح الوحيد اللي هنقدر بيه اللي هتقدر بيه مصر ان هي تهزم فيروس كورونا. مهما الدولة عملت من قواعد واجراءات وقوانين وغرامات، بدون وعي المواطن بحجم الازمة اللي البلد فيها، مش عمر الازمة عمر عمرنا ما هنعدي الفترة دي بسلام. في خسائر، محتاجين وعي، بمعنى اصح في محتاجين وعي كويس. في خسائر، بس احنا شطرتنا احنا كمصريين ان احنا نعدي مرحله فيروس كورونا دي باقل الخسائر. الدول العالم كلها، دول العالم كلها بتواجه، مش احنا بس، احنا عندنا زي غيرنا، زي هنا زي هنا، بس احنا هنا مش واعيين. يعني انا شايفه ان معظم الشعب المصري دلوقتي الكل واخد الموضوع كإهمال، اللي هو مش معاه، مش هلبس كمامة، المرض مش هيجيلي، اللي يقولك ان كل دوت مش موجود اصلا، وان لازم يتأكد لما حد من قرايبه يتعب، وبرضه بيقوحوا ويقولوا ان ده برد. يعني انا بقابل ناس كتير قوي الاقيهم قدامي يقولوا لي ايه، لا دي مسألة برد وخلاص، مع اني في وقاية، يعني على الاقل الوقاية خير من العلاج. بالظبط بالظبط، انا معاكي في الحتة دي، ان في نسبة كبيرة من الشعب المصري بيفتقد حته الوعي بان هو ازاي يحمي نفسه ويحمي الناس اللي حواليه، سواء المواطن اللي هو مش مصاب او المواطن المصاب. المواطن اللي مش مصاب لازم ياخد الاجراءات الاحترازيه عشان ان هو يقي نفسه من الاصابه من اي مواطن تاني، والمواطن المصاب مفروض ان هو الامانه والدين وكل حاجه تتحتم عليه ان هو لازم يعزل نفسه تماما. انا دلوقتي بشوفهم بيرموا الكمامه، بيرموها في الشارع. لا، ما يعني بنبقى ماشيين نلاقي الناس راميه الكمامه الطبيه في الشارع. ده مش مظبوط، ده مش مظبوط، دي حاجه غلط. لا لا، ده في حضرتك كمان ناس انا على مقربه منها مصابه بفيروس كورونا وبيتعاملوا في حياتهم في البيت عادي جدا. يعني انا مش عارف ازاي الناس ديت لا خايفة على أولادها ولا خايفة على الناس اللي بتتعامل معاه. هو يعني عشان هو الشخص ده اتصاب
خلاص الناس كلها تتصاب يعني. طب اخر بقى سؤال معانا في الفقره، ايه حضرتك حلمك اللي بص قدام، انت شايف ايه قدام؟ والله انا حلمي الفتره ديت، احنا طبعا بدانا كمهندس زراعي موظف بالمطار صحفي واعلامي. الحلم الفتره اللي جايه ديت واللي هو ان شاء الله بيتحقق معاكم النهارده في نعم استطيع، ان انا بتحول من صحفي لاعلامي. لاعلامي في نعم استطيع. كصحفي او اعلامي الاهداف والرساله تعتبر واحده او متقاربه. وعايز اقول يعني للشباب الفتره اللي جايه ديت، اللي عنده حلم لازم يصر عليه عشان يقدر يحققه. واحنا هنا في نعم استطيع بنقول نعم استطيع انت تقدر تعمل. طبعا هنطلع فاصل اعلاني ونرجع لكم تاني، انتظرونا. ورجعت لكم بعد الفاصل بموهبه جديده، بفكره جديده، معايا موهبه تعبت كتير قوي لحد ما وصلت اللي هي فيه ده، بمعنى اصح قابلت مشاكل كتيره قوي عشان توصل وتبقى معانا في نعم استطيع، وبقت ممثله، مثلت في فيلم رغده متوحشه، مثلت مسرحيات كتير. معايا ومعاكم رشا ابو السعود. ازيك يا رشا؟ ازيك يا صبوح يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله يا ستي. مبدئيا كده حابه ان انت تعرفي الجمهور عنك، مين رشا؟ مين رشا اللي تعبت ولحد ما وصلت اللي هي فيه دلوقتي؟ انا رشا ابو السعود. طبعا انا في بدايه حياتي تعبت جدا، قابلت صعوبات كتير قوي طبعا. بس قبل النقطه عايزه اشكر ماما وبابا، بس مامتي بالاكتر لانها وقفت معايا. كانت واقفه معاكي في البدايه خالص؟ في البدايه خالص وقفت معايا. بابا كان عنده اعتراض واخواتي، بس ماما يعني عايزه اقول لك هي اللي شجعتني، هي اللي وقفت معايا، هي اللي بقت تقول لي روحي. كانت بتقف ساعات ما بتقول له لا خليها يعني تشق طريقها بايديها، فيعني هي اللي وقفت معايا كتير. ايه المواقف اللي انت عمرك في حياتك ما تنسيه قبلك في المسرح؟ يعني انت وانت في المسرح حاجه مثلتيها عمرك في حياتك ما تقدري تنسيها؟ كان اول مسرحيه ليا حوش بديعه اخراج استاذ ياسر صادق، بطوله شمس، عندك سليمان عيد، انتصار. فكان اول حاجه كنت انا طالعه مرات ابو الليف، فاول حاجه فدخلت كان في بروفات صعبه. عايزه اقول لك اقصى حاجه اللي بتعمليها البروفات دي بتبقى صعبه جدا. يعني انا عايزه اقول لك في ايام البروفات دي بتبقى اصعب من المسرحيه، ده بتبقى كمان يعني عايزه اقول لك حاجه فيها اسمها تصوير جنرال، دي بتبقى صعبه. يعني انت عارفه لما بتتدربي وتخلصي الساعه 3 بتبقى حاجه صعبه. حاجه بقى صادفتها كنت خايفه، كانت اول بدايتي وقوفي على المسرح. وعايزه اشكر ايام المسرحيه دي استاذ انور عبد المغيث، يعني الشخصيه دي هي اللي شجعتني، قال لي ما تخافيش. كنت خايفه من الجمهور. اول مره في حياتك تلاقي قدام مسرح، واول مره تشوفي الجمهور كله طبعا طبعا. بعد كده بقى من بدايه المسرحيه دي ربنا اكرمني، ناس بقى شافوني، مخرجين كانت بتيجي تتفرج عليا، عايز البنت دي كاركتر كويس، دي حاجه كويسه. كنت برضو بخاف لحد يعني الف رحمه عليه، يعني كان في ناس كويسه قوي شجعوني وقالوا لي حاولي تقفي وما تخافيش. ما خفتش. انت في موقف حكيتهولي في فيلم رغده متوحشه على رامز جلال، حكيتيلي الموقف اللي هو وقف شجعك ومثل معاكي دور كامل، يعني عايزاكي بقى تحكي للجمهور الموقف ده. رامز بصراحه دي شخصيه كويسه، يعني انا عايزه اقول لك انا ما قابلتوش الا في رغده متوحشه بس. بس رامز ده حد طيب، حد كويس جدا. انا كنت داخله رايحه اصور عادي، مش رايحه اللي انا مثلا عاديه كده. فلقيت رامز دخل كده كان بيصور كام شوت دي، فدخل قال ايه وانا قاعده في ركني كده لوحدي، قاعده خايفه، قاعده بقى خايفه بقى يعني ممثل بقى ورامز. فلقيته بقى بيقول لي ايه انا عاوز البت المزده دي، فانا مكسوفه برضه امي والله العظيم. فلقيته بيقول لي انا عايزه، فقال له لا دي هتخش، قال له لا دي مش وجه انها تخش مع البنات اللي هي تعمل معاها شغل ايه زي الشغل الكوميرس. فقلت له، قال له لا انا عايزه. خدني انا عايزه اقول لك دربني في المشهد، ابتدى معايا المشهد من بدايه 11 بالليل لحد الساعه 4 الفجر، بصور كادرات تصوير. وقال لي ما تخافيش. انا عايزه اقول لك كنت انا قاعده جنبه يقول لي ما تخافيش، يعني الكاميرا شغاله، الكاميرا شغاله، يقول لي ما تخافيش، يزقني كده ويقول لي ما تخافيش، شجعي نفسك. طب انت حلمك تمثلي قدام ممثل مشهور،
مين اللي يبقى حلمك لو جالك كده في مسلسل تمثليه قدام مطرب مشهور؟ ممثل مشهور مصطفى شعبان، حاسه ان هو حد ممثلة كده. يعني، انا شايفاكي شبه ممثله عبلة بقى كامل. عندي عبلة كامل حبيبتي قدوتي، اصلا فيكي ملامح بعشقها منها. بجد يعني، انا بعشقها جدا بعشقها جدا، بموت فيها، عشان كمان يعني حاسه ان هي هدوءه. طب احنا هنعرض لك حبه صور كده من اعمالك، وعايزاكي بقى تعلقي لي تعليق سريع جدا على الصور. تمام تمام، تمام الصوره بتاعتنا دلوقتي معروضه معانا دلوقتي على الشاشه، ايه شايفاها؟ ايوه الفيلم، ايوه ده رغده رغده متوحشه متوحشه. انا عايزه اقول لك في الحته دي كان يقول لي ما تخافيش كلمي، اللي كنت بتحكي لي عنها ايوه دلوقتي. ما تخافيش، خلي عندك ثقه يعني، انا كنت انا بتكلم خلي عندك ثقه. ايوه دي جميله جدا. في صور تانية تتعرض. ايوه دوت مع استاذه ميسره، وعايزه اقول لك ميسره جميله جدا في الطبيعه، من اول الناس اللي بتشجعني. ليها موقف معاكي؟ تقول لي اشتغلي، ما تخافيش، حاولي انك تسعي لشغلك كتير. تمام، تاني صورة تظهر لنا. ايوه ميدو، ميدو ده عسليه جدا وحد كويس جدا في الطبيعه وفي الحقيقه، يعني هو حقيقته كده وطبيعته كده. تمام، دي في احدى مسرحياتك. ايوه بقى ست شلق بقى، الست بتاكل عليا في ست شلق. انا عايزه اقول لك انا كان المشهد ده يعني انا ليا دخلتين، كان المفروض ثلاثه في المشهد ده بالذات، اللي انا بخش بقى ست قويه بقى داخله اخد منها بقى الفلوس، يعني بصي تبادل، بتاخد منك ايه، خدت مني مثلا حاجه، بعد ما بتاخدها مني تقوم واخداها باعها لناس تانية، اجي انا اطلب فلوسي منها تقول لك ما فيش ومنين، يعني كنت ما اخش عليها بلهجه شلق ما اغركش انا يعني. ما يغركش انت قاعده لا كيوت لا لا كده. لا. طيب في صور تاني. دي ايوه طبعا دوت بقى مع الثعلب الكبير ده بقى حماده، دوت مذيع جميل جدا، ده في المسرحيه قبل دخلت المسرحيه كان معايا لقاء. تمام، في صور تاني حبيبي بابا رشوان ربنا يديله الصحه، كنت بتحكي لي عنه ده قبل ما روحي نخش. نفسي بقى بجد امثل قدامه الراجل نسألك ده. انا عايزه اقول لك برده يعني ربنا يديله الصحه يا رب ويكفيه شر المرض. انا عايزه اقول لك ان بابا رشوان وقف معايا وشجعني وقال لي خلي بالك من نفسك، والبنت دي بتعرف تمثل، البنت دي تمثيلها كويس. تمام. تمام. لا دي بقى على فكره استاذ محمود فتحي دوت على فكره بتاع قناه المصارعه، مذيع قناه المصارعه، الدخله دي بيقول ايه رايك في انفجارات حصلت، فبقول له ايوه انفجارات ايه، بص قال لي ده التخن اللي انت فيه ده، قلت له من اثر الانفجار اللي كان انا شميته. يعني انا عايزه اقول لك الدخله دي جميله برضو، كلها ضحك جامد قوي. تمام، هي دي كانت آخر صورة معانا. وعايزه قبل ما اختم البرنامج في حد عزيز عليا قوي وقف جنبي قوي اسمه باهر شهير، يعني مشهور بهيرو فوتوغراف، استاذ باهر دوت حد وقف جنبي ودخل معايا في حاجات كتير قوي، وقدمني المسارح كتير جدا في الإعلانات. في الاعلانات وفي المسرح، بقى يقدمني لاي مخرج من جميع المخرجين، اسمه هيرو فوتوغرافي ومشهور بهيرو مصري. طيب انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي، حبيبتي وانا سعيده بيكي يا قمر، وفرحانه ان انا قابلت موهبه حلوه زيك، حبيبتي طموحه شجاعه، وجه كتير طبعا حبيبتي زي ما احنا اتكلمنا وحكيتيلي قوي يا وجهتي حبيبتي، كتير وصعوبات. انا بشكرك جدا، وبشكر ماما برضو وبابا وكلهم بنوجه لهم الشكر الخاص، خاص ليهم والدها عشان هما وقفوا جنبي بجد، طيب ربنا يخليهم انا برضو. بشكرك جدا شكرا ومبسوطه جدا ان انا كنت حبيبتي معاكي، حبيبتي يا رب، ويا رب يا رب نبقى كنا ضيوف خفاف ان عليكم، شاء الله وحلقه جديده من نعم استطيع. نعم استطيع مش مجرد كلمه بتتقال، نعم استطيع اقوال وافعال، زي ما بنقول دايما في نعم استطيع بنرعى المواهب. عندك موهبه تقدر تيجي هنا في نعم استطيع، تمثيل، اغاني، شعر، كل حاجه في نعم استطيع بتقدر تظهرك للناس. بشكركم جدا واشوفكم في حلقه جديده.